نوران يعني بطلة العالم المصنفة الأولى عالميا، نفسك يعني نفسك توصلي فين؟ انا كان سنه انا وصلت رقم واحد على العالم من سنتين جولاي 2020 طبعا، بعدين نزلت تاني بتصنيف رقم 2. فكان الهدف قبل الموسم اللي فات قبل ما اخش ان انا ارجع تاني اتصدر التصنيف يعني، بس كان اهم حاجه احنا عندنا التصنيف ده بيبقى على حسب طول السنه انت عملت ايه، مش تكسب بطوله او اتنين يعني. احنا لازم بنلعب 12 بطوله في السنه، بناخد بوينتس من البطوله بالظبط، وكل ما يعني عشان تبقى رقم واحد على العالم لازم تبقى انت اكتر واحد بتكسب بطولات. فكان انا بالنسبة لي بفكر فيها انا نفسي ابقى رقم واحد على العالم، بس انا عايزة اكسب كل البطولات على قد ما اقدر يعني. والسنة دي الحمد لله يعني كانت سنة حلوة جدا ان انا وصلت 12 فاينل، فمش بتحصل خالص دي يعني. يوجلي في بطولة او اتنين بتقع من الواحد، بس انا الحمد لله كنت consistent enough ان انا كل البطولات اوصل فيهم فاينل وكسبت منهم 8. فده برضو يعني percentage صعب قوي ان حد يوصل لها. نفسي اعمل ايه؟ كان انا هدفي ان انا اكسب كل البطولات اللي بتتلعب في السكواش عامه يعني. فانا فاضل لي يعني اهم بطوله اللي هي بطوله العالم، وصلت فيها فاينل مرتين ما قدرتش للاسف يعني اكسبهم. فنفسي ان شاء الله يعني قبل ما اخلص كارير بتاعي بتاع السكواش اللي انا يعني اكسب بطوله العالم وانا رقم واحد ان شاء الله. يعني غير يعني مين اطول حد قعد على بطل العالم، يفضل بطل العالم في السكواش؟ احنا في البنات كان في نيكول ديفيد قعدت 9 سنين رقم واحد على العالم وكسبت بطوله العالم 8 مرات. هي اكشلي اسطوره يعني، وكنت حاجه يعني مضحكه شويه لان انا كان البوسترز بتاعتها متعلقه عندي في الاوضه يعني. هي بالنسبه لي هي المثل الاعلى بالنسبه لي، ومن اكتر الحاجات او من اعز الماتشات على قلبي لما كسبتها اكشلي يعني. انا كسبت اللي هي مثلي الاعلى في مره من المرات وقبل ما هي تبطل يعني. فانا نفسي ابقى بس نص اللي نيكول ديفيد عملته يعني. وطبعا السكواش احنا بقينا مسيطرين عليه مصريا، فبتلعبي قدام نور الشربيني، بتلعبي مع ناس كتير، بيبقى اسخف لما طبعاً بتلعبي مع قدام مصريه؟ طبعا نفسيا وكل حاجه يعني. ان لما بنلعب في مصر طبعا التشجيع لما بنبقى حد مصري بيلعب يعني ضد حد اجنبي، انت داخل انت عارف 50% اللي انت كسبان الماتش من كتر التشجيع المصري رهيب وبيدينا دافع فظيع في كل مكان. لا 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 فظيع. والناس حتى بره مصر بتبص على لعيبه السكواش المصريه بطريقه فظيعه يعني، اوف ده مصري يعني. احنا فعلا في السكواش بره مصر يعني في امريكا ولا حاجه، حتى زياد شايف كنت بلعب بطوله في جراند سنترال ستيشن في نيويورك، بطوله حلوه جدا يعني، بيحطوا الملعب الازاز في نص المحطه، يعني كميه ناس بتعدي طبعا كل يوم، صور المصريين محطوطه، هو الناس بتيجي مخصوص من كل حته في امريكا عشان بس يجوا يتفرجوا على لعيب مصري بيلعب. وادر انا علي فرج يعني، فعلا اللعيب المصري في السكواش قيمه كبيره جدا يعني.